بس هيدا ما كان ضمن الحديث شيلدون. ايه هلأ صار اكيد ضمن الحديث ماريو. انا ما بقدر. بعتذر يا ابني. شو صار؟ ولا شي. شايف انك لقيت السوار شيلدون. بتعرف الطيار كراش قال انه كل واحد منا لازم يعمل شغله، وانت بتعرفني انا طول عمري مهتم بالناس. مزبوط. مزبوط. انا بهالوقت بالذات عملت صفقه مع السوار، انت بتخلصهم وهن بيساعدوني وانا بساعدك تسافر من مطرح لمطرح، ما هيك؟ شكرا شيلدون. اهلا فيك يا ابني. اهلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من تشمين الشامل لجست كوز 3 على قناتكم واتبارس الخاصة بألعاب الفيديو. حلقة اليوم سوف تكون قصيرة جدا، والهدف منها بطبيعة الحال هو تفعيل خاصية الانتقال السريع، والتي لديها بطبيعة الحال بعض الضوابط سوف نعلمها بعد قليل. شو القصة يلي صايرة بينك وبين شيلدون؟ أعطاني جهاز اللاسلكي، قدم لنا كل أجهزة اللاسلكي وقال إنها هدية. عم تكذب. كان عارف ما فينا نربح، هيدي ثورتنا، بس هو عم يتحكم فينا. ماريو، انا بعرف توم شيلدون، انا اشتغلت معه سنين، بس انت صاحبي ولازم تقلي الحقيقة. سوري، بعتذر اني ورطتك معي بالقصة. انا مسامحك. لازم دايما تحمي ظهرك اميكو. اوه، شي بيسلي تملل كله. تعا موبايلي مع ليت يمين. سوار عم يحكوا عن القوة البافارية، القوة البافارية موجودة هنيك. إذا تخلصنا منها بنضربه مطرح اللي بيوجعه، راح أتأكد. في أشياء كتير مهمة عم بتصير، ونسبة الموت بطريقة بشعة عالية كتير. هي. هيدا الحكي أكيد. دي رافيلو يعتبر هلأ أخطر رجل على الكوكب. أنا بحاجة لسكان البافاري تبعي. قابل جماعتي بشمال فيجيليتر. اوكي، اذا توم شيلدون والولايات المتحدة الامريكية عموما لا تمنح اي شيء من دون مقابل، لكن دعونا اولا قبل ان نحاول مساعدة ماريو بطبيعة الحال، دعونا اولا نحاول ان نريكم شيء مهم هنا، وهو هذه الخرذوات التي يمكن ان تجمعها. تلاحظون انني احاول دائما اتباع الرادار الذي يظهر في اسفل الشاشة، وبطبيعة الحال يوصلك الاشياء جميلة. مثلا هنا قطعة خردة سوف تمكنك في نهاية المطاف عندما تجمع جميع القطع ان تحصل على سلاح معين. هناك بعض القطع التي تجعلك تحصل على عربات وهكذا. حاول دائما أن تتبع ذلك الرادار الصغير لأنه سوف يمنحك أشياء جيدة. إذا الآن سوف نحاول مساعدة الشخص الذي أشار إليه ماريو، والذي يبدو أنه يمتلك قارب، والقارب عالق في أو الزورق عفوا عالق في الرمال هنا. سوف نحاول مساعدته بواسطة الخطاف بشكل سريع ونتحدث عن الأمر الذي نحن بصدده والمهمة تدور حوله، وهو تفعيل عملية الانتقال السريع. الآن سوف نقوم بالانتقال السريع لأول مرة يعني في اللعبة، الأمر هو منحة من شيلدون بطبيعة الحال، لأننا لكن نحن مضطرون لمساعدته بعد ذلك من أجل يعني تعويضه عن الأمر. المهم فيما يخص الانتقال السريع، الانتقال السريع ليس يعني مفتوحا بشكل كامل، يعني لديه بعض الضوابط التي تم وضعها من طرف المطورين حتى يدفعوا اللاعبين لاكتشاف الخريطة بشكل يعني آخر، يعني والانتقال عن طريق العربات. يعني لكي تقوم بالانتقال السريع أنت تصرف يعني نوع من القطع المخصصة للانتقال السريع، وهي محدودة بالعدد، ولرفع العدد الذي تمتلكه يجب أن تقوم بالقيام ببعض التحديات، وبعد ذلك تحصل مثلا على قطعتين خاصتين بالانتقال السريع. لكن في البداية لدينا على ما أعتقد قطعة أو قطعتين فقط، بعد ذلك ما قلت يجب أن تقوم ببعض التحديات وتنجح بها من أجل الحصول على قطع أخرى لكي تقوم بالانتقال السريع مثلا 3 مرات متتابعة قبل أن تتزود من تلك القطع في بعض الأماكن التي بطبيعة الحال هي عبارة عن قواعد عسكرية صغيرة قمت بتحريرها. إذن تنتهي حلقتنا إلى هنا، حلقة سريعة جدا جدا جدا، لكن الهدف كان منها بطبيعة الحال هو أن نقوم بتفعيل مسألة الانتقال السريع، وبعد ذلك إن شاء الله نتجه إلى المهمة الموالية التي بطبيعة الحال سوف تكون أطول بعض الشيء لأنها مهمة فيها الكثير من القتال. إذن أتمنى الحلقة كانت جميلة، لم تكن طويلة كثيرا، كانت خفيفة الظل. لم يتبقى أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.